السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة أصائص سارة. ان شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل وردة صغيرة بسيطة زي دي، بحيث ان احنا ممكن نزين بيها البلوزات والمفارش والحاجات كلها. يعني سهل ان انتي تزيني بيها اي حاجة، هي وردة بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت لما بنحطها على اي حاجة نزينها بيبقى شكلها جميل يعني ورقيق. تعالوا بقى بينا كده نبدأ مع بعض. هي مش بتاخد خيط خالص، هي بتاخد حبة صغيرين، حتى دي ممكن يعملوا كتير قوي. انا هستخدم ابرة مقاس 2.5 اهو، وخيط صوف رفيع مش كبير. وهعمل في البداية 5 سلاسل، او 1 2 3 4، 5 سلاسل اهم. وهنيجي في اول سلسلة ونقفلهم بمنزلقة عشان نعمل مع بعض الحلقة بتاعتنا المقفولة، وبعد كده نطلع 1 2 3 سلاسل وندخل في الحلقة بتاعتنا ديت، نعمل 3 عواميد، 1 2 3، وبعد كده نعمل سلسلتين، 1 2، وننزل في الدايرة بتاعتنا ونقفل بمنزلقة ونطلع تاني، 1 2 3، ونعمل 3 عواميد اهو، 2 3 عواميد، وكمان سلسلتين وننزل في الدايرة بتاعتنا ونقفل بمنزلقة ونقربهم كده من بعض علشان نوسع للورق التاني، 1 2 3 اهو، 1 عمود، 2 3، وبعدين نعمل سلسلتين وننزل بمنزلقة في الفتحة بتاعتنا، نطلع سلسلة، 2 3، ثلاث سلاسل، بعد كده نعمل 3 عواميد اهو، 2 3، وبعد كده نعمل سلسلة 2 وننزل في الفتحة بتاعتنا كده، نعمل منزلقة تاني، وبعد كده نطلع 1 2 3 عشان نعمل اخر، اهي شوفوا بدأت تبان اهي، نعمل اخر ورقة، 1 2 اهو، 3، وبعد كده نعمل سلسلة 2 وننزل بقى بآخر منزلقة ونعمل سلسلة عشان ننهي بيها الشغل، ونجيب المقص بتاعنا ونقطع الخيط اهو ونخرج نفوت الشغل. وبكده نكون عملنا الوردة اهي، شايفين وردة ودي التانية، دول ممكن نحطهم على اي حاجة نزين بيها الشغل بتاعنا. وردة بسيطة وسهلة وسريعة جدا، ممكن نعمل منها ورد كتير قوي، نعمل بيه حاجات كتير. واستنوني في فيديو جديد.